Middle East, we drink water before a long voyage. In the Middle East, we drink water before a long voyage. This is an extraordinary voyage. President Trump, Donald, I'm honored to be here today, along with my wife, Sarah, Minister Yariv Levin, Ambassador Ron Dermer. Ron, thank you for everything you've been doing. Minister Yariv Levin. Ambassador Ron Dermer. Ron, thank you for everything you've been doing. Ron, شكراً لكل ما قمت به. National Security Advisor and our entire الأمن القومي مير بن شبات شكرا لك with Secretary of State Mike Pompeo وكل الوفد الإسرائيلي يشرفنا أن نكون معك هنا سيد الرئيس مع وزير الخارجية مايك بومبيو نصفق لك مايك Secretary of the Treasury Steve Mnuchin وزير الخزانة ستيف مانوشن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين سفيرة الأمريكية كيلي كرافت تارت كوشنر وإيفانكا يسرني أن أراكما It's good to see the unfailingly energetic and optimistic Ambassador David Friedman Jason Greenblatt أن أرى كل هذه الطاقة والتفاؤل المتمثل بالسفير جيسون غرينبلات براين هوك وغيرهما وهذه الخطة وكل من يدعمها سيدي الرئيس يسرنا أن نكون مع الرجال والنساء من إدارتكم مع أعضاء الكونغرس الأمريكي وهم أفضل أصدقاء إسرائيل في الكونغرس الأمريكي شكرا لكم With the ambassadors of the United Arab Emirates, Bahrain, and Oman, what a pleasure to see you here, and what a sign it portends. I was going to say of the future. What a sign it portends of the presence. I was going to say. كم مهم هو هذا المؤشر للمستقبل. وجودكم هنا هو يجعلنا نأمل بالخير للمستقبل. To all of you and to the many distinguished, other distinguished guests who are here today, this is a historic day. ولكل الزوار الموقرين هنا اليوم, اليوم هو يوم تاريخي. We remember May 14th, 1948. يوم يستدعي يوما آخرا تاريخيا. نتذكر الرابع عشر. World leader, من مايو أيار 1948 عندها الرئيس ترومان أصبح أول زعيم عالمي يعترف بدولة إسرائيل بعد أن قام أول رئيس وزراء إسرائيلي بن غوريون بإعلان استقلال إسرائيل هذا اليوم فتح الطريق لمستقبل مشرق السيد الرئيس أنا مقتنع أنه عبر العقود وحتى عبر القرون سنتذكر دائما هذا اليوم 28 من كانون الثاني بالاعتراف على مناطق في يهودا والسمارة التي تعتبر أساسية لتاريخ إسرائيل وإرث إسرائيل تعترف بسيادتنا عليها have charted a brilliant future for Israelis, Palestinians, and the region أنتم أيضا بشرتم ببناء مستقبل مشرق للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة عبر تقديم مسارا واقعيا لسلام مستدام. Israel has yearned for peace with our Palestinian neighbors and peace with the broader Arab منذ نشأة إسرائيل إسرائيل تتطلع إلى السلام مع الجيران الفلسطينيين ومع العالم العربي بشكل عام لعقود هذا السلام لم نتوصل إليه رغم كل الخطط والنيات الطيبة كلها فشلت الواحدة تلو الأخرى لماذا؟
فشلت لأنها لم تصل إلى التوازن المناسب بين مصالح إسرائيل القومية وأمنها القومي وتطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير. خطط كثيرة حاولت أن تضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضي أساسية كمثلا حوض الأردن، ولكنك أنت سيدي الرئيس اعترفت بأن إسرائيل يجدر أن تكون لديها سيادة على وادي أو حوض الأردن ومناطق استراتيجية أخرى في اليهودة والسمارة، بدلا من التكلم فقط عن أمن إسرائيل. والتمني الأفضل، اعترفت بأن إسرائيل لابد أن تكون لديها سيادة في أماكن تسمح لها بالدفاع عن نفسها لوحدها. For too long, far too long, the very heart of the land of Israel, where our patriarchs prayed, لفترة طويلة وطويلة جدا قلب أرض إسرائيل حيث صلى الآباء والأنبياء وحكم الملوك اعتبرت أراض محتلة بشكل غير قانوني. أنت سيدي الرئيس اليوم تكذب هذه أو تضحض هذه الكذبة الكبيرة. أنت تعترف بسيادة إسرائيل على كل المناطق في يهوذا والسمراء الكبيرة والصغيرة منها. These are places inscribed in the pages of the Bible. These are places carved into the bedrock of our common civilization. هذه أماكن يتكلم عنها الكتاب المقدس وتعتبر أساسا لحضارتنا. لدينا المقابر المقدسة حيث دفن آباء وأمهات الشعب اليهودي، بيتيل وشيلو حيث وجدت منذ These areas and so many others that for millennia have been etched in the soul of the Jewish people. شكرا لك بفضلك سيد الرئيس. هذه المناطق ومناطق أخرى التي كانت لآلاف السنين مكتوبة في روحي الشعب اليهودي، هذه المناطق الآن سيعترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أنها جزء لا يتجزأ من الدولة اليهودية. Mr. President, because of this historic recognition, and because I believe your peace plan strikes the right balance for other plans and بفضل هذا الاعتراف التاريخي ولأنني مقتنع بأن خطة السلام تصل إلى توازن عادل، وافقت على التفاوض على السلام مع الفلسطينيين على أساس خطة سلامك. It's a great plan for peace. Frankly, Mr. President, هي خطة ممتازة بالنسبة لإسرائيل وخطة ممتازة بالنسبة للسلام. بصراحة سيدي الرئيس، وبالنظر إلى كل ما فعلته حتى الآن لإسرائيل لا يفاجئني ذلك. أنت كنت أفضل صديق رأته إسرائيل في البيت الأبيض في تاريخها. Frankly, though we've had some great, outstanding friends in these halls, it's not even close. كان لدينا أصدقاء جيدين. Your historic decisions to recognize Jerusalem as Israel's capital, to recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights, قراراتك باعتراف بالاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وإعادة تأكيد حق إسرائيل القانوني في السيادة على
اليهود والسمراء ومواجهة إيران والانسحاب من الاتفاق النووي الخطير مع إيران والقضاء على قاسم سليماني. ودعم التعاون اللامسبوق بين إسرائيل وأمريكا على المستويات السياسية والاستراتيجية والاستخباراتية، كل ذلك يشهد للصداقة وللعمق في ريادتك وصداقتك مع إسرائيل. في اجتماعنا الأول في بيت الأبيض منذ 3 سنوات قلت بوضوح أنك ملتزم بمساعدة إسرائيل للتوصل إلى السلام مع الفلسطينيين والسلام مع باقي العالم العربي. سيدي الرئيس، أنا أتشاطر معك هذا الالتزام ونعمل على إيجاد سلام يحمي حدود إسرائيل ويوفر الكرامة والعيش الكريم في دولتهم للفلسطينيين ويحسن علاقات إسرائيل مع العالم العربي. خطتك للسلام تدفع بكل هذه الأهداف إلى الأمام. أولاً، تواجه جذور الأزمة عبر التأكيد على أن الفلسطينيين عليهم أن يعترفوا بأن إسرائيل دولة يهودية أو بأن إسرائيل دولة يهودية. ثانياً، الخطة تقول أن إسرائيل ستسيطر على كل المنطقة غربي نهر الأردن، مما يعطي إسرائيل حدوداً الشرقية على أطول حدودنا للحفاظ على أمننا. الآن لدينا اعتراف بهذه الحدود. ثالثاً، الخطة تدعو إلى نزع سلاح حماس ونزع الأسلحة عن قطاع غزة. رابعاً، الخطة تقول بوضوح إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يجدر أن تحل خارج دولة إسرائيل. To remain united under Israel's sovereignty. خامساً، تدعو إلى إبقاء القدس تحت سيادة إسرائيل، القدس العاصمة، وتؤكد أيضاً أن كل الديانات يمكنها أن تنفذ إلى الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى. سادساً، الخطة لا تقتلع أحداً من منازلهم، إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء، بل تقترح حلولاً مبتكرة تسمح بربط الإسرائيليين بإسرائيل والفلسطينيين ببعضهم البعض. لو كان لديكم الأشخاص الذين يعملون في مجال العقارات يأتون بأفكار لا يفكر بها الناس العاديين. سيدي الرئيس، إسرائيل تريد حياة أفضل للفلسطينيين، نريد أن يكون لديهم مستقبل وازدهار وأمل وكرامة. خطة السلام هذه تقدم للفلسطينيين هكذا مستقبل وتقدم للفلسطينيين طريقا نحو دولة مستقبلية. قد يتطلب ذلك وقتا طويلا ليصل إلى نهاية الطريق، قد يحتاج إلى وقت طويل حتى للوصول إلى بداية الطريق، ولكن لو أن الفلسطينيين مستعدون لخوض هذا المسار وللتوصل إلى سلام مع الدولة اليهودية، ولو وافقوا أن يوافقوا على كل الشروط التي وضعتها في هذه الخطة، إسرائيل ستكون مستعدة للتفاوض حول السلام فورا. Israel will preserve the path of peace in the coming years. Regardless of the Palestinian, for at least 4 years. وأيًا كان القرار الفلسطيني، إسرائيل ستحافظ على مسار السلام في السنوات المقبلة. لأربع سنوات على الأقل ستحافظ إسرائيل على الوضع الحالي في أماكن لا تعتبرها الخطة ذات سيادة إسرائيلية. في الوقت ذاته، إسرائيل ستطبق قوانينها لليهود في يهوذا والسمراء وكذلك حوض الأردن وكل المناطق التي تعتبرها الخطة من مناطق إسرائيلية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أحب ذلك.
هذا القرار سيحمي أمن إسرائيل ويضمن مصالح إسرائيل القومية ويبقي إمكانية الحل السياسي مع الفلسطينيين مفتوحا للسنوات المقبلة. سيدي الرئيس، وأتمنى أيضا الفلسطينيين أتمنى أن يعتمدوا رؤيتك للسلام وأن يعتمدوا الخطة التي اعتمدتم أنتم ونحن والتي عملنا بجد للوصول إليها. أتمنى أن يروا الفرصة التي تقدمها الخطة الاقتصادية، قرأتها. نحتاج إلى الكثير من القدرات للتوصل إلى 50 مليار دولار من الاستثمارات في اقتصاد ما. هذا سيكون لديه تأثير كبير على الفلسطينيين والشباب. أتمنى أن يوافق الفلسطينيون على ذلك وأن يبنوا مع إسرائيل مستقبلا من الازدهار والسلام. أتمنى أيضا من الجيران العرب الآخرين أن يعتمدوا هذه الرؤية وأن يخوضوا مسارا للتصالح مع إسرائيل يخلق لنا جميعا مستقبلا مشرقا. سيدي الرئيس، أريد أن أهنئ هذا الفريق الممتاز، ليس لدي كلام آخر، الفريق الممتاز جيسون جرينبلات. Thank you, Jason, for the terrific job you did as America's peace envoy for nearly 3 years. شكرا جيسون للعمل الممتاز الذي قمت به كمبعوث أمريكي للسلام لثلاث سنوات. أبي بيركويتس، شكرا. Behind the scenes role and ably working in those past few months. للانتقال من دورك خلف الكواليس والعمل. Thank you, David. في الأشهر الماضية بشكل فعال للتوصل إلى هذه إلى إنجاز هذه الخطة. Thank you for your essential contribution to this effort. And for the terrific job you do every day to strengthen the great alliance between Israel and America. ضرورية في هذا المجهود والعمل الممتاز الذي تقوم به كل يوم لتعزيز التحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. Without your wisdom, your persistence, your resolve, this day would have never come. حكمتك ومن دون مثابرتك ومن دون تصميمك لما رأى هذا اليوم النور. I know how much the Jewish future means to you and to your family. Well, Jared, today you have helped secure that future. The Jewish state owes you. جارد اليوم and it owes President Trump أنت ساعدت an eternal debt of مستقبل الدولة اليهودية وهي مدينة لك وللرئيس ترامب بدينا من الوفاء لا ينتهي. Mr. President, on that historic day of May 14, 1948, Mr. President, both David Ben-Gurion and President Truman في هذا اليوم التاريخي من 14 أيار مايو 1948 بن-غوريون والرئيس ترومان كان عليهما اتخاذ قرار مهم. الكثيرون قالوا إن بن-غوريون لم يكن عليه في حينها أو كان عليه أن لا يعلن عن استقلال إسرائيل، والكثيرون قال أن الرئيس ترومان لما كان عليه أن يعترف بالدولة الإسرائيلية، ولكن القائدين فهما أهمية الساعة وانتهزوا الفرصة وغيروا التاريخ. With you, Mr. President, شأنهم شأنك سيدي الرئيس. أنا أفهم أهمية هذه اللحظة معك سيدي الرئيس. أنا مستعد لانتهاز الفرصة ولتغيير التاريخ. أعرف أننا سنواجه معارضة، نواجه دائما معارضة. أعرف أننا سنواجه عراقيل كثيرة على طول الطريق وانتقادات كثيرة، ولكن لدينا مقولة يهودية قديمة: إن ليس الآن متى؟ وإن ليس نحن من؟
And rest assured, Israel will not miss this opportunity. Mr. President, Donald, Israel is blessed to have your friendship and your powerful leadership. And Israel is blessed to have the friendship Israel of the greatest power on earth. وبقيادتك القوية وإسرائيل مباركة بصداقة أقوى قوة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية بارك الله الولايات المتحدة الأمريكية بارك الله إسرائيل وباركنا الله جميعا بالأمن والرخاء والسلام شكرا لكم.